تخدموا تشتغلوا تنتقلوا في الحياة اليومية تكون واقفين بزاف تنعياو، وهذا العياء هذا تعطينا مشاكل، إما دي فاغيس إما ألم، والغريب ألم الرجلين تعطينا ألم الرأس في كثير من الحالات. لذا أنه خصنا نتعلموا هاد الرجلين هادو نعطيهم الراحة ديالهم. واحد، ثانيا خصنا نراقبوا هاد الرجلين هذا حتى في الظفر ديالهم، في التشققات تاع الجلد، حتى في العياءات دي فاز الزروقية. وهادشي كله نعطيكم اساليب متميزه، وتحاولوا ما امكن انكم تكونوا متميزين. فسجلوا الوصفه المتميزه. اول شيء حاولوا تغليه وسط الماء، مزيان غليه وسط الماء، وغادي ديروا فيه عصير البصله وحده او جوج، وتخليوه في رجليكم نص ساعه، ممكن تعاودوها جوج ثلاثه المرات. هذا الاسلوب ديال الماء والبصل للرجلين، لاحظوا تلاحظوا من بعد يومين ثلاث ايام، تديروا مره ممكن ثلاثه مرات في النهار، يومين ثلاث ايام حتى الاسبوع السكر تبدا تنزل، اللي عنده السكر طالع. واحد، اثنين تلاحظوا لا طونسيون، اللي عنده ليبرتونسيون الرجل ترتاح، على ان ذاك الدوره الدمويه ديال الرجلين شويه ثقيله باش الجسم يعاود ذاك الدوره يطلع حتى للراس حتى 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 القلب باش تجددوا الاكسجيناسيون ونقيو ما في ذاك الدم من سي او 2 ومن غازات ومن بقايا. فتتاخذ الوقت، فحتى لا طونسيون تتقاد. لاحظنا كذلك الناس اللي عندهم تشققات للرجلين ملي تعطيهم الماء والبصل انه عطات واحد النوع من اعاده بناء ذاك الجلد، ولقينا راسنا على انه كل ما الماء والبصل تنستعملوه الرجل ترتاح. فبالاضافه الى الماء والبصل ملي نكملوا نطحنوا المعدنوس مزيان خضر وطري ونربطوا على رجلينا، نخليو اقل شيء نص ساعه حتى ساعه، ولما لا نعسوا به نديروا شي تقشرات مزيانين. والا درناه بعد اسبوع اسبوعين تشققات ما تتبقاش، دليل على انه المعدنوس بالاضافه الى الماء والبصل يمكننا نجمعوا به التشققات، ليس فقط نخيطوا التشققات، ليس فقط الرطوبه ديال الرجل تتبقى رطبه. ولاحظنا انه الناس اللي عندهم تعفنات في الرجلين، تعفنات في الرجلين بمعنى نتيجه السكري تبدا التشققات والجروح والتعفنات كاللي تيكون مهدد يحيدوا للصبيعات او انه يحيدوا لرجلو. فملي تناخذوا الماء مغلي تديروا فيه البصله، تزيدوا فيه خل التفاح معلقه جوج حتى ثلاثه، وتزيدوا كاس المرجان، المرجان اللي هو عصاره الزيتون، الزيتونه ملي تنعصروها تعطينا الزيت، وتبقى ذاك المرجان الكحل في المعصرات، تناخذوا منه كاس تنديروه في السطل تغشيو في رجلنا ثلاثه مرات في النهار. لقينا على انه هذا الاسلوب هذا بالاضافه ملي تستعملوه في الصباح مع 8 الصباح مثلا، ملي تنديروا الماء البصله نص ساعه تنشدوا شويه العسل حر كيلو مثلا، تنديروا فيه 70 غرام ديال جولي رويال، تنخلطوه مزيان يكون حر بالطبع، وتبدا ندهنوا به الرجل ديالنا مزيان. هذا الدهنه لهذا الرجل اللي فيه هذا النوع من التعفنات، هذا النوع من الجروح، هذا النوع من التشققات، هذا النوع من التهديد باش نقطعوا الصبع او نقطعوا الرجل، ملي تنديروا لها العسل من بعد ما نديروا الماء البصل في الصباح مع 8 مثلا، في العشيه مع 5 تندخلوا للدار، وفي الليل ما تنجيو الناس، وممكن نديروا حتى 5 6 المرات لا باس. لقينا من بعد 3 اشهر هذه الشهاده ديال الاطباء اللي صفتوا لي حالات من هذا النوع، 3 شهور تطلع جلد جديده، والتهديد بقطع الرجل او الاصابع ما تتبقاش، دليل على ان القدره على اعاده بناء الجلد من جهه، ثم تنشيط القنوات الدمويه، وثالثا اعاده تنشيط الجسم بشكل صحيح، هذا اسلوب عطى نتائج كبيره متميزه. كذلك الناس اللي عندهم لي فاغيس، بالاضافه الى انهم يتبعوا هذا الماء والبصل من جهه، او الماء والبصل مع خل التفاح والمعدنوس من جهه ثانيه، اما يستعمل المعدنوس من جهه او يستعمل العسل كيف قلنا دهنا جوج ثلاثه خمسه حتى سبعه مرات في النهار حسب التعقيد والمشكل اللي مطروح. لقينا الى ضفنا لسعه النحل في الاماكن اللي فيها التعفن والجروح، في جهه لا شوفي وجهه المشطه تاع الرجلين مزيان شوفي، او تنقرصوا جهه الكوتي لاتيرال الجانب اليمين تاع الرجلين من الركبه الى جنبات الرجل، تلقى على انه تنعاودوا نخدموا القنوات الدمويه اللي ضعيفه اللي ما خلاش الدم يدور بشكل صحيح، وهكذا تنقدروا على طريق هذا الاسلوب تجديد ما يسمى بالقنوات الدمويه ونفرغوها من الزوائد. لاحظنا هذا الاسلوب هذا بالاضافه الى الدوره الدمويه في الرجلين بشكل صحيح، بالاضافه الى انه تنعاودوا نشطوا الجلد وتنبنيوه من جديد، لقينا على انه حتى الناس اللي عندهم لي شامبينيون في الظفر من بعد ما تيديروا الماء والبصله ثلاثه اربعه مرات في النهار بالاضافه مع خل التفاح والمرجان، واحد، ثانيا ملي تيديروا العسل على الظفر والجلد بشكل صحيح ثلاثه اربعه مرات في النهار اقل من خمس اسابيع، اقل من خمس اسابيع الناس بنوا ظفر جديد، باي باي لي شامبينيون.
والناس بناو جلد جديد بايوا داك التعفنات والصيبانات والكزيمات، الناس بناو قدم جديد ورحبوا ان رجلهم ولات خفيفه ظريفه في امان الله وحفظه. ما معنى الكلام؟ لا ساعه النحل من جهه، بالاضافه الى حجامه في الرجل المشطه تاع الرجلين، ثم في الجنبات الرجلين، ثم في القدمين، مره في الشهر لمده ثلاث اشهر ممكن تغلبوا حتى على الليفاريس، ولكن ضروري واساسي. سيد زيتون على الريق، نضوا البصر العصر خمس مرات، حوت وخضر ما طيبينش، هذه كل اشياء تتخلي على انه ما يمكنش ما نجحوش في اعاده بناء الجسم. انه كثير الناس من تيتبعوا على ليباتيت بي او سي تيطيحوا في العمليه ديال العلاج الكيماوي اللي تيسبب لهم دي سيغوز دو فون. وحتى نقدروا انه نعاونوا الناس ما يطيحوش في هذه المشكله هذه، تنصحوا خمسه الخطوات عقلوا فيها مزيان. الخطوه الاولى، درتي او ما درتيش لي زانتيرفيرون، درتي او ما درتيش العلاج الكيماوي مزيان، ضروري زيت زيتون على الريق. زيت زيتون على الريق تيحمي الكبد وتيخرجنا من لا سيغوز وتيحمي الكبد، لحيث ان المحور الاساسي 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 جدا هو خصنا نحميو الكبد. كل ما هو مشكل ديال العلاج ديال ليباتيت ما يمكنناش نضحيو بالكبد لانه هو المحور. والغريب في الامر احنا ملي تنعالجو بالكيماوي المشكل ديال الفيروس اللي تيسبب الالتهاب ديال الكبد، الفيروس تينزل بمعنى تنقدر نحاربو يمشي حتى للزيرو لانيونتيسمون. والغريب في الامر من بعد الشهر يرجع، ممكن بعد سنه يرجع. ما معنى الكلام؟ يعني الخطوات ديال العلاج بالكيماوي انا اقول ان كثير من الناس والاطباء تتفادوها. علاش؟ لان تيقول لك تنهل تحت لا محاله تنطيحوا في لا سيروز دو فا. لذا انه خصنا نتعلموا الخطوه الاولى الاساسيه هو زيت زيتون على الريق خمسه الصباح تنتي قبل الافطار، تنحمي بها الكبد، تنحمي بها الكلى، تنحمي بها الدوره الدمويه، تنطلعوا بها مناعه خاصه جدا متميزه. النقطه الثانيه المحوريه الاساسيه، اقول محوريه اساسيه، هو انه خصنا نتعلموا نغليو كاس ماء، نديروا في عصير بصل تقريبا من 20 حتى 25 غرام، تنخلطوا تنشربوا خمسه الى سبع مرات في اليوم، بمعنى تناخذوه مع داك 8 الصباح قبل الافطار بنص ساعه، تناخذوه مع داك 10 ونص 11 ديال الصباح قبل الغداء بواحد نص ساعه، مع الربعه خمسه ديال العشيه قبل العشاء وقبل من النوم، خمسه سته ثلاث سبع مرات في اليوم مهم جدا. ضفنا له العسل او ما ضفناش العسل تنضمنوا على انه عقلوا مزيان. اقول ثلاثه نقاط مع الماء والبصل. اولا تنقيو القنوات كلها في الجسم، تكون رئتين كلى كبد قنوات دمويه كلها تتخوي الزوائد، سميها كوليسترول اسيد يوريك تريكليسيريد، سميها لي ترومبوز، سميها الجلطه ديال الدم، سميها اللي عجبك. الاوساخ اللي كاينه في الجسم كلها تنتخلصوا منها، والجسم ديما تيطلع من جدا وجديد بحيويه ونشاط ومناعه. ثانيا البصل، حاليا الناس ما بغاوش يفهموه على انه فيه الكبريت وفي مواد اللي هي المماثله ديال السكري الجلوكاغون، وهذا تبدا تيخفض السكري بشكل فتنشط البنكرياس اللي هو عنصر محوري اساسي في تنقيه الجسم هو والكبد، ولقينا على انه تنرفعوا بالمناعه الجسم. ما معنى الكلام؟ نقي الدوره الدمويه، خفض خوي القنوات الدمويه من الوسخ، نقي القنوات الدمويه، رفع المناعه، نشط البنكرياس وكل عضو من اعضاء الجسم، القلب، القنوات الدمويه، وتنقيو الكبد. عندنا عنصر محوري اساسي اللي هو اعاده بناء خلايا الجسم، لا ريجينيراسيون ديال خلايا الجسم. بدليل عيط لي واحد من بوسطن عنده 50 سنه 49 50 سنه، وتبع معنا البصل والعسل مع الماء خمسه الى سبع مرات في اليوم، ربح ما بقاش لو ديكولمون دو غيتيل اللي كانت يعاني بها من صغره، وثانيا الغريب في الامر هو انه استطاع يتخلص من لا سيغوز دو فا. ليس فقط حمى الكبده، حتى لا سيغوز دو فا من بعد ما الفيروس لعب وادلوا الكبده استطعنا نخرجوا من 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 من, من لا سيغوز دو فا. بدليل نقدروا ليس فقط نحميو الكبد، حتى الى كان الاذى التهاب عياءات فيبروز سيغوز حتى سرطانات الله يحفظ ممكن نحميو الكبد. وهاد خمس هاد النقطتين المحوريتين الاساسيتين. كذلك ممنوع المواد الحيوانيه. كل التجارب، الناس اللي داروا تجارب مخبريه او كلينيكيه واخا، واستطاعوا على انه يجوعوا لي من بعد
ثلاث اسابيع الى خمس اسابيع مشى في الاتجاه ديال النباتي، الكبده ما دفعتش الى صناعه هرمونات تاع النمو لا جي اش. بخلاف الناس اللي كلاو الحيواني من بعد الصيام ديال ثلاث الى خمس اسابيع صيام، يعني ماء فقط ممكن خضروات طازجه، لقاو راسهم على انه مثل ياكل المواد الحيوانيه الكبد تدفع الى صناعه لي زومون دو كروسونس، وهذوك كلهم تشجعوا الى نمو الخلايا السرطانيه. بمعنى القدره على الصيام والاكتفاء بالخضر والفواكه الطازجه تمكننا جسمنا نحميوه من نمو ديال الخلايا السرطانيه، ليس فقط الخلايا اللي ما عندنا ما نديروا بها اللي تزيد غير تدهور الجسم، التهابات عياءات وهكذا. هادو ثلاث نقاط، بقات نقطتين الله يجزيكم بخير. تعلموا كل ماده تتنقي الجسم استعملوها، خضار خضراء، فواكه خضراء، الماء مغلي، الجوع، الرياضه، بعدوا لي من الشمس في الحالة ديال الالتهاب الكبدي. هذه كلها احتياطات أساسية وغتشوفوا راسكم على أنكم ممكن تخرجوا من الالتهاب الكبدي واحد إلى وقع، أو تخرجوا من الفيروسات يمكن لها تأذي الكبد اثنين، وممكن حتى إلى وقع المشكل ممكن تساعدوا راسكم للخروج من هذه الأمراض المستعصية، وإن شاء الله بالشفاء ولا أمراض مستعصية مع الطبيعي. كونوا على يقين الطبيعي سيد المواقف، والجسم ديالنا ربي خلقه في أحسن تقويم.